أتحدى أي حدا يطالع لكم سمنة بلدية ملية الخاروف بهي الزكاوة وهي الطعمة وهي الدسامة طالعة مثل القشطة. مستحيل يا جماعة يصدق إنه هي السمنة ملية الغنم. شوفوا لي على القوام، ما شاء الله ما شاء الله، هذا القوام اللي بدنا إياه. طبعا اللي أهل أول كانوا يقولوا عنا بتزيت الركب والمفاصل، بهي الطريقة جدا بتضل اللي معنا زاكي 100%، يعني صدقا بتحسوه مثل القشطة، ما بتصدقوا ما بتشموا أي ريحة غنم أو ريحة زفرة أو إلى آخره. هي الدهون الصحية كانت تاكلها ستي وستاك وأجدادنا. بالعادة بتكشفوا الغطاء بتشموا ريحة يعني كتير تقيلة ودسمة، هلا ما شاء الله عم تشموا ريحة جبن وأشاطي هون الصيدلية، لك هون الدواء، لك هون الغذاء والغرام. شوفوا لي على الشوفة اللي ما بترحم مثل القشطة. يا عيني يا عيني، هي السمنة اللي بدنا اياها. الله يرحم ستي كانت مثل المصارعين البركة، اذا تميل على الحيط تهده لك. هي بتاخذ معلقة واحدة منها بتحطها بالطبخة يعني كأنه حاطت فيها لحم، بتعطيكم الزكاوة والطيابة اللي بدكم اياها. بزمنات وطرقة واحد كف يمكن وقفت العدادات عنده، حساوي لكم اياها على طريقتي الخاصة، طالع لكم اياها مثل القشطة تماما. خلونا نتابع. طبعا هي الطريقة مختلفة عن اي طريقة تانية، لكن انا بوعدكم رح تاكلوا سمنة ما دقتوا بحياتكم مثلها. بداية بنجيب لية الخاروف، لية الخاروف اللي بتكون عند الدنب او عند الديل مثل ما بنقله، هي اللية الصحية اللي بنقلها زهرة نحن، بتجي بيضة مثل التلج، يعني لا حدا ياخذ الدهون مثلا اللي عند بيت الكلاوي الشحمة يقول لي انه هي دهون، لا نحن بدنا الدهون اللي بتجي باخر خاروف اللي هي اللية، هي الصحية وهي المنيحة للصحة وهي المفيدة. شوفوا بتجي معنا بهذا الشكل، انا جايب لية خاروف كاملة تقريبا الدول طلعوا 3 كيلو، تمام؟ 3 كيلو 3 كيلو و100 غرام تقريبا. طبعا بنعمل لها غسله من الشعر والوبر وهالامور هي، وبنبلش تقطيع فيها مكعبات صغيره. يفضل طبعا حطوها بالبراد كرمال تمسك معكم شوي وتساعدكم بالتقطيع، او الفريزر فيكم تفرزوها شوي. طبعا بنقطعها كلياتها مكعبات بهذا الشكل، هذول المكعبات اللي بدنا اياهم، وفيكم تفرموها كلها ناعمه. طبعا اللي قد ما غسلناها ونظفناها رح يضل فيها شويه دم، فبنجي مرحله تسحيب الدم. مرحله تسحيب الدم مثل ما تعاملنا تماما مع شاورما اللحم، بفيديو شاورما اللحم كيف علمتكم تسحبوا الدم من قلب اللحم، نفس العمليه بنعملها باللي اللي هي بنجيب مي بارده وبنحط لها معلقه ملح كبيره وفنجان خل صغير. بنحركهم كتير منيح وهلأ بننزل اللية بقلبهم. بنحركهم كتير منيح، هلأ بنتركهم من 30 دقيقة للساعة، بتلاقوا لون المي صار لونه على حمار، تمام؟ بيكون طلع الدم تسحب من قلب اللية وصار بقلب المي، وهذا نحن اللي بدنا اياه. هاي المرحلة مرحلة التعقيم أساسية جدا جدا جدا، بنسحب منهم الزفارة، بنسحب منهم الزنخة، تمام؟ بهي الطريقة جدا بتضل لية معنا زاكي 100%. طبعا مي باردة وفيكم تحطوهم بالبراد شي ساعة. طبعا ما شاء الله قديهن بيض لسه بيضوا معنا بعد ما سحبنا منهم الدم والزنخة والزفرة، هي مرحلة التعقيم جدا أساسية. طبعا انتو اثناء التقطيع انتو عم تقطعوهم بتنظفوهم، طلع معكم شقفة عظمة، شقفة لحمة، شقفة اي شيء بتقيموها، لانه هي اثناء السلي بتطالع ريحة كتير كرها، نحن بدنا الريحة الزاكية، فاللي بدنا اياها كتير نظيفة. هلا بناخذهم بنغسلهم من المي الوسخة وبنصفيهم، طبعا المي صار لونها زهري لانه اللي تبعنا بالاساس نظيفة، اما لو كانت لي فيها دم كتير لقيتوها صارت حمرة 100%. وهلا بنجيب الغاز والطنجرة، طبعا الطنجرة يفضل تكون كبيرة او عالية كرمال ما تعذبكم او تفور معكم، وهلا بنشغل. طبعا عادة فورا بيشغلوا وبينزلوا اللي بيسلوها سلي، لكن في كتير شيفية وكتير لحامة وناس عم يسألوني يا شيف هلال عم نساويها بهي الطريقة، لكن عم يطلع معنا لزفرة، عم يطلع معنا لريحة، عم تطلع معنا دسمة زيادة، فيها زنخة، فالولاد ما عم يرغبوها، الأهل ما عم يرغبوها، كيف الحل؟ شو الطريقة لها؟ هي الطريقة اللي حساوي لكم اياها اليوم، حساوي لكم اياها على طريقتي الخاصة، طالع لكم اياها مثل القشطة تماما، لكن اتبعوا معي التعليمات جدا بسيطة. حجيب قالب زبدة حيواني 200 غرام. طبعا فيكم تحطوه نباتي لكن الحيواني صحي أكثر، ريحته زاكية جدا جدا. هلا بنجيب لتر حليب. لكل كيلو لية بده كاسة حليب، 3 كيلو لية بدهم تقريبا لتر حليب، أقل شوي أكثر شوي ما في أي مشكلة، لكن المشكلة والمهم إنه ما تكون الحليب أناني أو معلب، يكون بقري وتازة، يعني لسه ما مغلي، تمام؟ فورا نحطه لا مغلي ولا شيء ودسم، كل ما كان أفضل بيعطينا نتيجة وريحة أفضل. الحليب والزبدة شو بيساووا معنا يا شيف هلال؟ ليش ضفتهم؟ الحليب والزبدة بيسحبوا الزفارة، بيسحبوا الزنخة، بيسحبوا الريحة،
بيكسروا معنا الدسم الزايد تبع اللية، بيعطونا يعني نكهة وريحة جدا خرافية، بيعطونا إياها كأنه قشطة، يعني شيء طيب وفاخر جدا جدا جدا. طبعا الحليب كله بينشف، يعني ما بيضل فيها سوائل، بيضل دهون على الحل. وهلأ بنجيب اللية تبعنا بننزلها، شوفوا شلون ما شاء الله طالعة مثل التلج، يعني حتى بعد ما صفيتوها لو ضل فيها شوية مي ما مشكلة أبدا. طبعا اللية أهل أول كانوا يقولوا عنها بتزيت الركب والمفاصل، يعني اللية يا جماعة دهون صحية، اللية دواء. كيف يعني دواء؟ يعني أهل أول كانوا ياخذوها ويدقوها تمام ويربطوها على العظم على الركب، يقولوا لك هي اللي بتقوي العظم، هي اللي بتقوي الركب، هي اللي بتزيت المفاصل، يعني اللية صحية. وهلا بننزل الباقي وبنعمل لهم تقليبة صغيرة. أول 5 دقائق فيكم تقووا الغاز ما في أي مشكلة، مجرد يدفو شوي ويسخنوا بنطوس الغاز على الأخير الأخير الأخير. وهلأ بعد هيك حميوا معنا بنعمل لهم كمان تقليبة. أهم شيء نحن ما بدنا اللية تلزق تحت بالسفل، تمام؟ ليش نحن حطينا الحليب والزبدة؟ ما بدنا إياها تلزق، في ناس بتحط شوية زيت، متى ما لزقت واحترقت بتعطي ريحة يعني ونكهة جدا سيئة، فما لازم تلزق أبدا. وهلأ هيك بنغطيهم ومنهدي النار على اقل شيء على الشمعه يا جماعه، كل 10 دقائق بنفتحهم بنعمل لهم تقليبه عشان ما يلزقوا، بنرجع بنغطيهم يعني شيء نص ساعه تقريبا. طبعا كل 10 دقائق بنفتح بنعمل لهم تقليبه العجيبه. وبنرجع بنغطيهم وهيك على الحاله شيء نص ساعه. وهلا بعد تقريبا شيء ساعه بالضبط او ساعه وشوي بنكشف عليهم. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين كيف بلشت الدهون كلها تطلع منهم؟ ولسه اللية تبعنا بيضة مثل التلج، ما شاء الله. بالعادة بتكشفوا الغطاء بتشموا ريحة يعني كتير تقيلة ودسمة، هلا ما شاء الله عم تشموا ريحة جبن وأشاطي وعلى الطريقة اللي أنا ساويتها. طبعا ولا ننسى إنه اللية جدا نظيفة ونحن سحبنا الدم منها ونظفناها منيح، فريحة زاكية يعني عبت البيت ريحة زاكية جدا، السمن البلدي يعني الأصلي. شوفوا لي كيف اللية كيف فارطة فرط، تعمل لها هيك تنقسم يعني مستوية كأنه حاططها باليبرق، ما شاء الله يعني شيء ناهي. وهلأ ما عاد في داعي إنه نغطيهم، خلاص بس تقليب وبنتركهم هيك لحتى ينشف السوائل معنا وتضل الدهون على الحل. في ناس بتحب تنزل منكهات أو مطيبات مثل قرفة وقرنفل وجوز الطيب وحب هيل وكركم وحب فلفل، ومن هالمنكهات هي أنا ما بفضل أحط شيء أبداً، بدنا نكهة السمن البلدية الأصلية، نحن ما عم نساوي مرقة الدجاج مثلاً الماجي أو غيرها أو غيراتها. لكن رغم هيك رح علمكم كيف تسحبوا الزفرة الأصلية تبعها وتخلوا ريحة تصل لما بعدها بعدها قبرص. وهلأ منجيب تفاحة خضراء ومنجيب السكينة تبعنا منقطعها 4 أقسام. التفاح الأخضر على فكرة من أقوى مضادات الأكسدة، وهلأ مننزلها هيك مثل ما هي. هي التفاحة بتسحب لنا كل الزفرة اللي رح تطلع معنا هي إذا طلعت، لكن نحن عم نشتغل بنظافة تامة. هي التفاحة هي قصة تفاحة ما حدا بيعرفها، هي بيني وبينكم يعني. وهلا بنحط 3 ورقات غار كمان بيسحبونا الزفرة تماما. وهلا بعد نص ساعة نشفت معنا السوائل على الأخير، منشيل هيك التفاحات منشيل ورق الغار، اللية معنا بيضة مثل الذهب. يا سلام يا سلام، شوفوا كله دهون على الحل، يعني ما عضل معنا أي سوائل نهائيا. وهلا كرمال ناخذ أكبر كمية دهون عنا منجيب الخلاط وبنضربهم فيه، أو فيكم بالخلاط العادي تجيبون على إبريقين 3 تضربون وترجعون، أنا حضربهم يعني أسرع هيك هن وبالطنجرة. شايفين انضربوا كلهم معنا، كل ما نعمتون بيعطونا كمية دهون أكبر. وهلأ بنرجع بنعطيهم نص لتر حليب كرمال النكهة ويطلعوا معنا مثل القشطة، لكن ننزل فيهم شوي شوي لأنه بدهم يفوروا معنا. وهلأ بنرجع بس ورق الغار كرمال يسحبوا الزفرة معنا اللي رح تطلع. أهم شيء بهالمرحلة هي التحريك، لازم نضل عم نحركهم لأنه الدهن حيرسي تحت، وإذا رسى الدهن تحت بيلدع او بيحرق، اذا احترق معنا بيضرب كل شيء اشتغلنا، لازم ما يحرق ولا يلدع، شايفين؟ بضل تحت، هذا مو طحناه فبيرسي هيك تحت. وهلا بنغليهم حتى تطلع منهم كل السوائل، وهلا بننزل المواد الحافظة يلي رح يحفظونا السمنات، اللي هي معلقة ملح كبيرة، وعندنا فنجان خل صغير، تمام؟ فنجان قهوة. هدلول بيحفظونا اياهم لمدة طويلة. هلا شايفين بيضلوا بيفوروا هيك معنا، تمام؟ حتى هلا بعد شوي اذا طلع لهم زفره من قشها، بس ما عاد في زفره حتى تروح هي الرغوه.
نضل هيك عم نحركون ويفوروا، بس تروح هاي الرغوة بتكون طلعت كل السوائل منهم، بخرت وبيكونوا صاروا تقريبا تمام. هلا مثل ما شايفين تقريبا سوائل معنا ما عضل، شايفين هلا هيك بس نتركون كلهم صاروا عم يرسوا تحت، هيك تقريبا صاروا جاهزين. بس نحن شو بدنا؟ بدنا هذا البياض اللي تحت اللي هو الدهن يحمر شوي صغيرة، يعني نخليه يشقر لا يلدع، إذا لدع بينضرب تمام، لكن نخليه يصير أشقر تمام. ليش أشقر؟ عشان نضمن إنه عملية الاستواء كاملة 100%، يعني بعد ما نطالعهم نتركهم لفترة طويلة ما يعفنوا معنا السمنة أو تنضرب. هيك شايفين لسه بده شوي، لساته أبيض. هلا منشيل ورق الغار منلمه، شايفين منلمه لورقات الغار ومنشيله. لسه قد ايه ريحتهم زاكية؟ هلا لسه لخلي لكم ريحتهم زاكية أكثر وأكثر وأكثر. وهلا منجيب حبتين مستكة يكونوا مستكة يونانية أصلية وظريفة، وبنحط لهم معهم شوية ملح كرمال يندقوا معنا، وهلا بندقهم كثير منيح. وهلا بعد ما دقيناهم كثير منيح بننزلهم فوقهم. الله على هالروايح الزاكي. بالعاده هي السمنه بتستعملوها بس بالطبخ، هالمره خليت لكم اياها تستعملوها باي شيء بدكم اياه مثل المعجنات وغيره كمان. هلا ضل عنا لون هي الدهنه البيضه اللي مرسيه تحت تصير لونها شقره، حتى نضمن ما ضل سوائل ابدا ولا مي، واستوت 100% ما ضل اي مي فيها، وهيك لا بتعفن معنا مع الوقت ولا بيصير لها اي شيء. شايفين كيف بس يجهزوا هيك بيصيروا بهذا الشكل، بيغلوا بهذا الشكل، شايفين؟ حتى اللون الدهني اللي بدنا اياهم صار تقريبا لونهم اشقر. فيكم انتم تحمروهم اكثر شوي ما في مشكله، لكن اللي بيحب يستخدمهم يعني كرمال يخلي لونهم اشقر فيهم شويه روح، يعني استخدمهم مره ثانيه. هلا هيك صاروا جاهزين معنا ان شاء الله، شايفين ما في سوائل ابدا، يعني اذا بتعمل هيك دهون، هذا كله دهون على الفل، ما في اي سوائل. وهلا وصلنا نهايات كاس العالم، بنطفي عليهم تقريبا اكلوا بين الساعتين ونص لثلاث ساعات على نار هاديه جدا، اذا نار اقوى من هيك بياكلوا وقت اقل، لكن انا ما بنصح بالنار القويه، اعطونا لون وريحه وما لدعوا معنا، يعني اخذنا كل شيء مثل بدنا اياه واحسن. هي الدهون الصحيه اللي كانت تاكلها ستي وستك واجدادنا، الله يرحم ستي كانت مثل المصارعين البركة، إذا تميل على الحيط تهده، بزمناته طرقت واحد كف يمكن وقفت العدادات عنده، ما شاء الله كانوا يعني جبابرة، عاشوا على السمن الطبيعي، على الدهون الطبيعية الصحية، يعني هي الدهون صيدلية يا جماعة، مفيدة جدا للجسم، للعظام، للبشرة، للركب، يعني الفائدة كلها فيها. هلا بنتركهم على جنب لحتى يبردوا، أكيد مو يبردوا ويجمدوا، لا بس يصيروا فاترين حتى نصفيهم ونعبيهم. ما شاء الله هي بعد ساعة شوفوا قديش نقيين. يا هيك سمن يا بلا. وهلا بعد ساعة نبلش نعبيهم ونصفيهم، فيكم تحطوا مصفاية ناعمة أو هيك مصفايتين يصفوا 100%. طنجرة ما فيها شيء ملزق، يعني ما فيها حرق ابدا، وهيك بدنا اياهم، لانه متى ما لزق او اعطت حرق بتنزع معنا النكهه كلهم. ما شاء الله باينين شيء صافي وشيء غرام، اهم شغله هلا ممنوع انه نغطيهم، تمام؟ ممنوع نحط لهم غطاء لحتى يبردوا 100%، بعدين صار فينا نغطيهم، لانه اذا حطينا الغطاء ودافين شوي رح يعرقوا وينقط شويه رطوبه، هيك بينضربوا وبيخربوا معنا. واستوى الرزق يا خالي، لك واستوى الرزق يا قلبي، هون الصيدلية، لك هون الدواء، لك هون الغذاء والغرام. شوفوا لي على الشوفة اللي ما بترحم، ما شاء الله، بسم الله بسم الله، شو هالسمنة هاي يا عيني، لك يا عيني، لك هي بتاخذ معلقة واحدة منها بتحطها بالطبخة يعني كأنه حاطط فيها لحم، بتعطيكم الزكاوة والطيابة اللي بدكم اياها، او اذا عم تطبخوا رز اخر شيء هي وعم تتهدى حطوا لكم معلقه فوقها وخذوا على هالطعمه والنكهه الخرافيه. ما شاء الله طلعوا معنا هدلول السطلين كيليين و600 غرام، ما شاء الله من 3 كيلو دهنه طلع معنا كل هالكميه هي، يعني جدا جدا ممتازه. وعندنا هون 800 غرام ليه، هي اللي صفيتها وحطيتها على جنب 800 غرام، يعني فيكم انتم تكبوها بس انا ما بنصحكم يعني تستخدموها، لسه انا مخلي فيها هيك شويه روح، خليها شقره، بتحطوها فريزر بكل طبخه بتحطوا فيها معلقه بتعطيكم دسامه وزكاوه جدا طريفه. قربوا خلونا نشوف القوام، ما شاء الله مثل القشطه، يا عيني يا عيني، هي السمنه اللي بدنا اياها، يا سلام يا سلام، شايفين النعومه؟ يا عيني يا عيني على هالسمنة، ما شاء الله
ما شاء الله، معلقة واحدة منها بتحطوها بأي طبخة كافية لتعطيكم كل شي بدكم اياه، كأنه فيها لحم. طبعا مثل ما شايفين انا خليتها بيضة مثل القشطة، اذا بدكم اياها صفرة بس اخر شي قبل ما تطفوا عليها بتحطوا لها معلقة كركم صغيرة بتصير لونها صفرة، لكن انا بفضلها هيك بيضة ومثل القشطة. بسم الله، شايفين القوام؟ اي القوام المناسب، كل ما ضليت بالبراد تجمد اكثر وبتعطيكم قوام اجمد من هيك. طبعا هي فيكم تحتفظوا فيها برات البراد وبتضل من السنه للسنه تقريبا، لكن انا بنصح اللي عنده براد او مكان بارد يعني تحطوها بالبراد افضل واحسن. وهي المعلقه استخدمنا منها ما نرجع نلكها بشيء او نحطها بشيء نرجع نستخدم منها، لا استخدموا دائما بشيء نظيف وخلص قيموه تمام، كرمال ما تخرب معكم وتحافظوا عليها لفتره طويله. وانا بنصحكم ما تساووا اكثر من هالكميه اللي ساويناها، يعني ساووا كميه قدر شهرين ثلاثه، وكل شهرين ثلاثه بتساووا هي الكميه، وان شاء الله خصوصي انتم جماعه اوروبا بتدعوا لي عليها كثير كثير كثير. وهلا وصلنا نهايه الفيديو، مثل العاده لايك واشتراك بالقناه وتعليق حلو مثلكم، كان معكم الشيف بلال، سلام.